أهلا بكم من جديد. هل آن الأوان للبشرية أن تتنفس؟ هل الخلاص من فيروس كورونا بات قاب قوسين أو أدنى؟ هل بالفعل في لقاح هيخلصنا من كورونا ونرجع بقى تاني نخرج براحتنا ونسافر ونروح ونيجي؟ ولا ده وهم كبير؟ خلونا نرحب بدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. مساء الخير يا دكتور، منور. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين في العالم كله. نبدأ منين؟ يعني الناس قلقانة، أقول الحمد ونفسنا لله رب العالمين. يعني نفسنا نتنفس بقى كده ونحس ان احنا من غير كمامة وماشيين بحرية. الروح المعنوية مهمة جدا للإنسان، ولازم أعرف أنا وضعي فين وأين مكاني من كوكب الأرض. احنا عايشين في عالم دلوقتي في حرب عالمية، اعترفوا الحرب العالمية دي دخل فيها 220 دولة. الحرب العالمية دي أصيب فيها بطلقات الفيروس الجديد الغامض الذي لا نراه، احتمال مش احتمال وجود دلوقتي معانا، بس الفيروس ده بيغتال الناس، اغتال 1.3 مليون، رقم كبير جدا. احنا كنا بنقول الانفلونزا تقتل كل سنه 500,000، ده قتل في حوالي 10 شهور 1.3 مليون. يبقى معنى كده هذا فيروس خطير جدا 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 جدا، لازم ما نقولش ان هو سهل، ده مش سهل. الحاجه الثانيه ان هو اصاب مننا 54 مليون من البشر. ثقافه، فلوس، مناصب، رئيس دوله كبرى، أصيبت فئات كبيرة جدا من البشر، البشرية بشكل عام. هناك استعلاء من الناس على الفيروس. الفيروس أكثر تقدما مننا إحنا، مهما كان عندنا أكاديميات علماء، لا ده الفيروس أكثر تقدما، والدليل إن هو بيغلبنا، والدليل يعني فيروس خبيث يعني مش فيروس ذكي، كائن حي ذكي، كائن حي لا ترى لا مش قادرين نشوف العالم، حد بيشوف خالص، ولكن هو شايفنا كلنا وبيعمل لنا احداثيات. ده مش بس كده، ده بيختارنا، ده بيختارنا وبيختال الضحايا ويختال للاسف الوفيات. عشان الجهل بتاعنا والغرور اللي احنا فيه، وبعض الدول تقول لك احنا دوله متقدمه، احنا واحنا واحنا، لا. الفيروس كان في معركه جديده جدا، هقول ارقام دلوقتي هتخلي الناس اللي بيشوفونا في العالم كله يعني اعتقد ان هم هيغيروا افكارهم. واحد، ان العالم حاليا في كوكب الارض، ان احنا في كل مليون حسب الاحصائيات المظبوطه لسه عاملها دلوقتي قبل ما ادخل، في كل مليون هناك بيبقى 6,932 اصابه. خلاص اعترفنا، خلاص دوله كبرى زي الولايات المتحده الامريكيه في كل مليون عندهم 33,421، يبقى 5 أضعاف تقريبا المعدل. دوله زي مصر بتعمل 1,070 في المليون، إنجاز رائع جدا. تعالي بقى شوف الوفيات، في كل مليون في الوفيات على كوكب الأرض في 169، في كل مليون في الولايات المتحدة الأمريكية 754، في مصر 62. مفيش دواء ومفيش تطعيم، إزاي مصر قدرت تخلي الوفيات منخفضة كده والإصابات منخفضة كده ودول تانية بتقل بالشكل ده؟ تعالوا بقى شوف الحالات. العالم قلنا 54 مليون، الوفيات 1.3 مليون، أمريكا 11.1 مليون، وفياتها 250,000، 195. أوروبا 13.7 مليون، وفياتها 318,821. 54 دولة في أوروبا دخلوا في حاجة اسمها الموجة الثانية اللي ما جاتلكوش في مصر، والحمد لله رب العالمين. يبقى معنى كده إن احنا عندنا في أوروبا في 5 دول فوق المليون، وفي العالم كله في كمان 5 دول تانية، أمريكا والهند والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا فوق المليون. فرنسا، روسيا، فرنسا فيها 1.9 مليون، روسيا 1.9 مليون، اسبانيا 1.4 مليون، بريطانيا 1.3 مليون، ايطاليا 1.1 مليون. يبقى المصريين في نعيم، ولكن مش عايز غرور. الغرور الموجه الاولى، الموجه الاولى في مصر هنشوفنا كده، ما اعرفش هتبقى باينه. عندك قبه في مصر دي الموجه الاولى، الموجه الثانيه في اسبانيا وفرنسا بتبقى موجه صغنونه قوي، الموجه الثانيه قدها 6 مرات في الارتفاع. الموجة الثالثة اللي محدش واخد باله، لا في موجة ثالثة في أمريكا، في موجة ثالثة دلوقتي، وعملت امبارح في أمريكا يوم واحد بس 183,625 حالة جديدة. طب احنا بناء على ايه بنقول ان في موجة ثانية وموجة ثالثة؟ من المعدلات اللي عندك، المعدلات. يعني مثلا شفتي مصر عملت كده، مصر سنة دخلنا اما كنا عملنا القبة دي، مصر كانت القبة اللي فوق دي كانت الأعداد مرتفعة، كانت زموها الذروة. الذروة دي كانت في 19 يوليو كان عندك 1,774، دي كانت فظيعة بالنسبة لنا، بس في دول تانية عاملة فوق 83,000، فده كنا بالنسبة لنا الذروة. أمريكا عملت ذروة وبعدين انخفضت شوية في الصيف، عملت قبة تانية، قبة تالتة شغالة فيها دلوقتي، وكل يوم الأرقام بتتغير وكل ساعة الأرقام بتتغير. معنى كده إن الفيروس بيلعب لعب جامد جدا، وإن الدوري غصب عننا بنشترك فيه،
وصحيح انت وضع كويس جدا في مصر وحوالي 10 اسباب خلت مصر متفوقه على امريكا، ولكن ده مش مبرر ان تكون مغروره. ليه امريكا قلت عليها في موجه ثالثه؟ اه ليه؟ ما هو عشان الاعداد، هي الاعداد في امريكا نزلت وطلعت نزلت وطلعت نزلت، فبالتالي انا قلت دي موجه ثالثه. كان ليه دور وهكذا. الغرور اللي هناك اللي عملوه كان في توازي بين الحملات الدعائيه للرئيس الامريكي وعدم ارتداء الكمامه وعدم الاعتناء بالتباعد الاجتماعي والاستهزاء بالتباعد الاجتماعي والكمامه، والتجمعات الفرديه والتجمعات الجماهيريه خلت الفيروس ينتشر هناك. واحد. اثنين، انخفاض درجه الحراره في اوروبا وامريكا حاليا والرطوبه حاليا، وخلي بالك ده المرايه بتاعت العالم الثالث اللي هتحصل بعد شهر. يعني ممكن احنا لو مش هنسمع الكلام هنبقى زيهم. ربنا يستر. ربنا يستر. كمان انخفاض الرطوبه والحراره بيخلي الناس تقعد اكتر في البيوت، فلما تقعد اكتر في البيوت بيبقى 90% من العدوى ممكن تحدث داخل اماكن مغلقه سيئه التهويه لا تراعي. يقول لك ما انا قاعد مع ابني، ما انا قاعد مع مراتي. اخطر من كده بقى كمان ان 40% من حالات العدوى بكوفيد 19 بيبقى ممكن ما فيش اعراض. ادواء 85% من الحالات اللي هي ما نعرفهاش المصابه ما نعرفهاش ماشيه في الشوارع، ودي ممكن تبقى اعراضها بسيطه لا تحتاج الى طبيب ولا دواء ولا مستشفى. ده الخطوره بقى، ده هيتمشى انا هسلم عليه بره وبعدين هو مش عنده حاجه، انا هيجيني وهو ما اعرفش منين. لا من ده، ولذلك بنقول يجب ان كلنا اسمعوا كلام نصيحتي. الفيروس موجود في كل مكان، وانا بقول تخيل انك في محيط او في بحر والفيروس يحيط بك من كل الاتجاهات، يبقى الفيروس مغرقان، احنا غرقانين في وسط الفيروس. الحل ان انا احط سهله جدا الكمامه 99.9% وقايه. المتر ده ابعد 2 3 4 تباعد الاجتماعي، وبعد كده كل شويه اغسل ايدي، وبعد كده اطهر ايدي قبل ما المس الانف والفم والعين. وهل انت تجيد ارتداء الكمامه؟ هل انت بتعرف؟ اصل غيرك ما بيعرفش، ما ايطاليا ما عرفتش واسبانيا ما عرفتش وامريكا ما عرفتش والناس ماتت عندهم، يبقى ما حدش. لا اصل الناس بتيجي تتكلم بتشيل الكمامه وهو فاكرين الموضوع، يبقى حاططها اول ما يجي يتكلم يروح شايلها. عشان انا احط الكمامه لازم اغسل ايدي، اذا مش عايز اغسل ايدي روح مطلع الكحول بتاعي على طول. انت جاهز؟ حط كحول وتحطه على ايدك. حط كحول لكنه ميه، وبغسل ايدي هقلع الساعه وتقلع الجويشه والخواتم والساعات دلوقتي، وتقلع اي حاجه في ايدك الاثنين لان فيها ميكروبات وفيها غير وغير. عقمت ايدك كويس قوي وتروح جايب الماسك بتاعك او الكمامه بتاعتك. وحاططها. في دلوقتي انواع مغلفه نظيفه وفي انواع ثانيه هي خلاص معايا. انت عارف دلوقتي الكمامه ايه الجزء اللي بيتبقى براني والجزء الداخلي، يبقى لازم تعرف الالوان اللي موجوده في الاسواق دي. ده البراني وده الداخلي. فين الفؤاني من التحتاني؟ دور على الدعامه، يبقى لازم تشتري واحده فيها دعامه، الدعامه دي ليها فوائد. احطها انا ايدي نظيفه خلاص اتعقمت. بس احنا مش خلاص الموضوع الكمامه ده احنا حفظناه، يعني احنا حفظنا ايه هي الاجراءات الاحترازيه المفروض يعني. هتحطيها وبتقفليها هنا كويس؟ وبتشتغلي طول النهار، وعودي اطفالك وعودي الناس ان هم يلبسوها ساعات طويله، اما يجي يخلعها لا خلعها من هنا قاتل. خلع الكمامه من هنا قاتل بيموت. خلعناها بالطريقه دي، خلعناها من عند الاذن ونروح شايلينها وحطوها في فروس كيس واي حاجه ونتخلص منها بطريقه صحيه. المشكله في الكمامه، الكمامه المتسخه، الكمامه الممزقه، الكمامه المبتله، الكمامه المستخدمه، الكمامه الدواره. الدواره بتلف، خد انت داخل البنك انا خارج من البنك، خد يا حبيبي. لا يبقى بيطلعها من جيبه. لا لا انا معايا الكمامه بيطلعها من الكمامه دي كلها قاتله، ودي بتعمل العدوى. يبقى الكمامه ممكن تكون اخطر من غيابها. الحاجات دي كلها عرفناها، مهم قوي كمان تبقى جديده. هتلبس قماش خلاص حطها قماش، بس على شرط قماشه دي تبقى نظيفه ما تبصش عليها فيها اي اتساخ. يبقى لازم انت ابنك يخرج بره رايح المدرسه ورايح الجامعه يبقى معاه كيس كيسين في كمامات القماش اللي انت عايزها، مفيش مانع، الجديده والمستخدمه. هو كل شويه هيغيرها وهيحركها، اما يحركها يبقى لازم يحطها في الكيس بتاعها اللي استخدمت خلاص. اما تيجي في البيت تاخدها بقى تغسل وميه سخنه وتغلى. طيب. وحط عليها كلور اصبحت معقمه. طب تمام، انا بقى عايزه ادخل في موضوع اللقاحات. اللقاحات. في لقاحات ولا لا؟ هتجنا ولا ايه؟ هتخلصنا من كورونا ولا ده وهم؟ طيب شوف حضرتك، احنا قلنا ما فيش تطعيم وما فيش دواء متفق عليه في العالم كله. العالم دلوقتي فيه 200 لقاح. فيه 200 تطعيم شغالين. في حاجه اسمها التجارب اللي هي ما قبل السريريه اللي بيعملوها على الحيوانات، على الفئران، على القرود.
تجارب شغاله. في حوالي 87 تطعيم لقاح شغال في البطولة. في حاجه اسمها المرحله الاولى، المرحله الاولى بيعملوها على عدد اقل من 150 70 80 ويشوفوا عشان يشوفوا المأمونيه والسلامه والفاعليه والجرعات وهكذا. تنجح معاهم التجارب يروحوا عاملين المرحله الثانيه على مئات برضه بعد نفس الشيء، عايزين المأمونيه والسلامه تنجح يعملوا المرحله الثالثه، ودي بتبشر بالامال. هي المرحله الثالثه الكلينيكيه بتعمل على الاف وفي اكثر من دوله، بيبقى فيها حاجه اسمها عشوائيه ويبقى فيها مضاهات، بياخد لقاح والتاني ما ياخدش لقاح والاتنين مش عارفين ويقارنوا بينهم. اللقاح الاخير فايزر اللي اتقال ان هو 90% تم بالفعل التجارب السريريه ونجحت. المرحله الثالثه فيها حتى اليوم 12 12 لقاح مش بس فايزر، يبقى واحد. المرحله الثالثه لازم ايه، يبقى فيها اعداد بالالاف وفي نسب مرتفعه، فايزر بلس 90% ما فيش مانع. بس لازم حتى فايزر بتقول احنا محتاجين كمان سنتين عشان نتاكد من كل المتابعه لهذه. لا مش هنقدر نستمر سنتين كده، لا هو الصحه العالميه قال السنتين ده مش هيقدر خلاص كده. والناس قالوا هنتابع. وطبعا الحاجه جديده لسه ولازم الناس هتاخدها، وهل هو هيدي فعاليه دي ايه؟ هل شهرين ثلاثه، ثلاث شهور تقريبا، ست شهور؟ طب هنقعد سنه، هتقعد سنتين وهكذا. وهل الفيروس، ما قلنا ذكي وشاطر، هل الفيروس هيفاجئنا زي ما الانفلونزا بتعمل وهتيجي مثلا بعد السنه الجايه يروح مغير من ثوب ويعمل طفرات جديده وكل الفلوس تروح علينا؟ الله اعلم. فاحنا لسه في مرحله ترقب وهكذا. احنا بنعمل ايه؟ انا في لقاحات كثيره جدا، انا واثق جدا في الحكومه المصريه. اللي مصر بتعمله في المرحله الثالثه احنا موافقين عليه. يبقى اللقاحات الصينيه اللي مصر بتعملها دلوقتي ونتائجها حلوه جدا، وحوالي 40,000 لحتى الان متطوع، وخلي بالك 100 دوله دلوقتي في المرحله الثالثه، ف مبشرة والآثار الجانبية تافهة جدا. طب دي آمنة لكل الناس ولا ممكن لو في حد تعبان عنده حساسية؟ ما هو في اختيارات، في حتى الإنفلونزا اختيارات، مين اللي هياخد التطعيم؟ والأولوية هتبقى لمين؟ الأولوية المفروض التطعيم لو مصر وافقت عليها ماليش دعوة بأي دولة. ودلوقتي خلي بالك أنا يعني مع يعني بتتكلم إن كل دولة لها خصائص وصفات مختلفة عن الدولة الأخرى. بنتكلم من ثقة، لأن إحنا على أعداد، إحنا مسيطرين على الكورونا أصلاً. فما تجيش بيقول لك خبير من دولة ما هو أصلاً هناك عندهم الوضع سيء بشكل. فالخبرة هنا بقى والكلام من مصر. إحنا واثقين جداً في القيادة السياسية المصرية والحكومة المصرية ووزارة الصحة والجيش الأبيض. وأنت في أيدي أمينة. يبقى واحد. اثنين، ان مصر مش هتسمح باي تطعيم عليه اي شبهات الا ما تتاكد ان هو مامون وفعال وسهله جدا. ثلاثه بقى، ان الفئات التي سوف تستحق انها تاخد واحد هيبقى الفئات اللي هي المستهدفه بالكورونا اللي هم المسنين ذوي الامراض المزمنه وتحتها خط وهرجع لها بعد شويه والجيش الطبي. والاطفال لا؟ يعني شوف ممكن في بعض الحالات الخاصه بحضرتك. اما جه الكورونا في ووهان في نهايه ديسمبر 2019 ابتدى يموت الناس في الصين، وبعد كده في ايطاليا وفي امريكا الناس المسنين، وابتدى يختار الفئات الخاصه ذوي الامراض المزمنه. بالمناسبه النهارده اليوم العالمي لمرضى السكر. برافو على حضرتك. وخلي بالك حضرتك ان 40% من وفيات امريكا ونيويورك كانوا في بتوع السكر بتوع الكورونا. يبقى دي مهمه جدا، ان لما جه الكورونا بقى يختار الناس اللي عندها سكر، بقى يختار الناس اللي هم عندهم ضغط دم مرتفع، بقى يختار الناس اللي عندهم انيميا وهكذا. وطلع ان ما فيش دوله في العالم كانت عامله اي احتياطي من عند ربنا، احتياطي انها تبحث عن المرضى المعرضين للكورونا الا مصر. طلع مصر كانت عامله حاجه اسمها مبادره 100 مليون صحه، وكانت تبحث عن ارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنه يعني المبادره دي طلعت في صالحنا لما جاء ما كناش عارفين. ما كناش عارفين. وفيروس سي، تخيلي حضرتك احنا عاملين دلوقتي بنقول الكلمه الموجه الاولى، ولو كان مصر ما كانتش ربنا وفاها ووصلت لحكايه انها تسيطر على بتوع فيروس سي وتعالجهم، نظام الصحه العالمي بتقول اول دوله تعمل 60 مليون مسح وهكذا. لو ما كناش عارفين الناس اللي عندها ضغط وكانت ماشيه في الشوارع وما كانتش دريانه. يبقى الحمد لله القياده السياسيه كانت موفقه جدا في 100 مليون صحه، لانها بحثت عن امراض مزعله المصريين. طلع بقى ان الفيروس كان جاي على دول. يبقى احنا قطعنا الطريق امام هذا الفيروس، وبالتالي في اسباب كثيره جدا ليه مصر متفوقه على الكورونا وعلى امريكا وعلى اوروبا. عشان انت
عندك 100 مليون صحه عشان انت اشتغلتي بدري، عشان عندك اجراءات احترازيه كنت خايفه بدري. في امريكا قال لك ده فيروس صيني مش هيجي لنا، ايه اللي هيخليه يعبر كل هذه المحيطات؟ احنا كنا عاملين اجراءات احترازيه بدري جدا. الحاجات المبكره دي خلتنا نقدر نسيطر على هذا الفيروس الحمد لله. كل الحاجات دي مش عايزه تخلي الناس تتغر، الغرور هيضيعنا. ما هو بقى على نقطه الغرور، انا عندي احساس ان احنا كلنا حاملين للفيروس من غير اعراض. طيب قول لي بقى ده صح ولا غلط؟ المصريين مناعتهم صوبر، انا مش هنكر المصريين بياكلوا اكل غريب، بياكلوا بصل وتوم وبياكلوا فجل وجرجير سيريس وكل حاجه، وبياكلوا جعضيض، بياكلوا حاجات غريبه جدا العالم ما بياكلهاش. يبقى الاكل اللي تاكله من الارض المصريه كله هيرفع مناعتك، واحد. اثنين، بس خلي بالك ان في تطعيم اسمه تطعيم ثقافي. طب انا عايزه برضو اسال على موضوع تطعيم انفلونزا، عشان المخرج بيسالني بيقول لك هو مش متوفر في ومش موجود، واحنا عايزين برضو نطالب برضو وزاره الصحه انها تبقى بتوفر هذه اللقاحات، لان في ناس كتير قوي الحقيقه محتاجها. الدوله هتجيب ده له دور في الحمايه. لا بص حضرتك، هو في من ضمن الاسباب التي ادت الى اندلاع الموجه الثانيه في اوروبا حاليا انخفاض درجه الحراره وانخفاض الرطوبه وبدء موسم الانفلونزا. وطلع في بريطانيا الناس اللي عندها انفلونزا دلوقتي ويجي لها كورونا للاسف تزداد وفياتهم. الناس اللي عندها انفلونزا بيبقى عندها اتنين بقى، يعني الاعراض دي والاعراض دي، فمش بتستحمل. الناس اللي عندها انفلونزا وتخف ويجي له كورونا بعد شويه يبقى سهل عليه قوي يجي له التهاب رئوي ويموت. الناس اللي بعد الشهر، الناس اللي جالها كورونا وانفلونزا بعدها طلع ان في توأمه بين الفيروسين دلوقتي. فيبقى من احد الطرق التي تقطع الطريق امام التحالف ده ونفك التحالف بينهم ان طعام الانفلونزا. اما تطعميهم اول شيء هتقللي فرص ان هو يدخل المستشفى، ممكن يروح المستشفى ياخد عدوى جوه المستشفى. يبقى هتقللي الضغط على المستشفيات، هتفرغي الناس اطباء عشان يتفرغوا للكورونا اللي جايه، هتقللي من فرص الالتهاب الرئوي. يبقى احنا السنه دي بنلح ونصر على تطعيم الفئات الخاصه اللي هي بتستهدف كل سبب في اللي هم المسنين مره ثانيه، ذوي الامراض المزمنه، الحوامل، الاطفال الصغار اقل من 5 سنوات. الانفلونزا العاديه، الانفلونزا العاديه، وفي تطعيم اسمه الانفلونزا الرباعي هيتاخد بعد 3 سنين. 3 سنين هيتاخد، اللي قبل كده 6 شهور هياخد، ممكن ياخد الثلاثي. والدوله تعهد ان شاء الله هتوفره، يعني كلها ان شاء الله موجود، مش ما حدش هيشتكي. بس بشكل عام لازم، انا مش هخبي على حضرتك، انا بقالي يعني تقريبا 25 سنه في مصر. المحاضرات بتاعتي بعد ما رجعت بدي محاضرات وليه جمهور وليه طلبه وناس عارفاني وكتير جدا سامعيني من الاذاعات وبيطبقوا اللي انا بقوله. سهل قوي. الناس اللي هم بيسمعوا كلامي، ودي شهاده والناس كلها عارفاها، اللي بيسمعوا كلامي ولا بيجي لهم انفلونزا ولا برد كل سنه. اصله ليه بقى؟ اصله بيعرف يغسل ايده كويس. اصله النظافه العامه يعني، بس هو برضه في البرد يعني مش هيغسل ايده. لا الواحد وهو بردان. طب الكحول؟ ما هو مناعته بتقل ولا لا؟ لا يعني لا من دلوقتي لما بتتعرض للهواء، بتتعرض يعني طب بتدفي نفسك؟ طيب انا عايزه اعرف الموضوع، هل ده بيقل المناعه؟ اصل يقول لك انت لو تعرضت من طقس سخن لبارد المناعه بتقل. يعني انا صحح لي الكلام ده. الف الف باء التدفئه، الف باء التدفئه. احنا لازم نعرف ان احنا مش يقول لك العيال اللي عندهم رب بيجي لهم ازمات ربويه بالليل اكتر. من ضمن الاسباب دي انخفاض درجه حراره الجسم. اصل درجه الحراره بتقل 10 بالليل، يبقى انخفاض درجه حراره الجسم ده بيقلل المناعه ممكن 40%. يعني حقيقي انخفاض درجه الحراره درجة بتقلل المناعه. اذا انا سقعت، اذا انا سقعت درجه واحده مناعتي هتقل 40%. يبقى دفي نفسك. يبقى دفي نفسك ازاي؟ تعرف انا هفقد الحراره منين؟ تفقد الحراره من عند الرقبه، قفلها من عند الكم، قفله من عند الشراب تحت، بالليل البس شراب. اوعى تقول الشراب هيعمل لك حاجه. في خزعبلات كده يقول لك بتقول لك ممنوع تنام بالشراب. ابدا سمعت كده. انا بلبس طول عمري. البس شراب بالليل لان انخفاض درجه حراره القدمين يجذب بالجين يجذب فيروسات البرد اكتر. الطفل الصغير اقل من سنتين اما مناخيره بتسقع يجي له برد اكتر، اما تدفيه في حضن امه يبقى مناخيره تبقى دافيه تقل عنده نزلات البرد. ازاي بقى؟ اصل المناخير دي اول حاجه عندي، دي اللي بتستقبل الفيروسات. تدفئه الانف ان انت تنفس من الانف، ان انت تشرب حاجات دافيه، ان انت تدفي نفسك، تلبس كوفيه، ده مهم جدا. طب الدفايات بقى واحنا داخلين على لا دفايات، لا مفيش دفايات ولا تكييف ولا الكلام ده خارج. انت مشي نفسك، اعمل حركات. ما تستخدمش دفايات؟ لا مفيش. احنا مش احنا في احنا بلدنا لا مش عايز دفايات. واللي ساكنين في التجمد يلبس التجمد الخامس زي حالتي في ملابس تجمد بيلبس ثلاث حاجات. الحاجه الورانيه بره تبقى فضفاضه، اما تبقى فضفاضه بيبقى دي بيتعمل طبقه عزله طبقه عزله بينها وبين هنا الهواء جوه، فبتقلل شويه من فقدان الحراره بتاعتك وما بتدخلكيش حاجه ثانيه. حاجه ورانيه لازم نصيحه سريعه عشان وقتنا بقى، نصيحه سريعه
للناس يعملوا ايه علشان يخلي بالهم على نفسهم؟ لان واضح ان احنا عندنا انا خايف من كورونا وخايف من انفلونزا كلنا خايفين من 200 فيروس بتوع نزلات البرد. اولا الكورونا مش مميت لو احنا اتعالجنا بسرعه، سيطرنا عليه، لو احنا اتعالجنا بسرعه مش مميت عشان الناس ما تقلقش. واحد، فاول ما يجي له ايه ياخد باله ويعمل ايه على طول. ها، في 17 عرض للكورونا ودلوقتي متغير فيه اسهالات وفي حساسيه، اي حاجه عندك عرض غريب اعمل لنفسك عزل. اثنين، لازم تتعلم ان انت تتعامل تباعد اجتماعي حتى لو في البيت، ان انت تغسل ايدك، ان انت تعرف الكمامه، ان انت تتخلص من الحاجات بطريقه صحيه، ان انت تاكل كويس، ان انت تتعرض للشمس. في ووهان في الصين كانوا بيحطون كل يعني في الشمس. اول ما حد يحس ان زوره وجعه او زور وجعه عنده بدايه وانت خايف. خلاص ياخد ايه؟ طب الفيتامينات، الفيتامينات الحاجات الطبيعيه مهمه جدا. عندك فيتامين سي موجود في الجوافه، موجوده جوافه وكيوي وبروكلي وبقدونس وفلفل الوان، واخر حاجه البرتقال والليمون قبلهم البقدونس. فيتامين الف، ما انت عندك الجزر والفلفل الصفراء، كل حاجه برتقانيه، عندك المانجا موجوده، اي حاجه صفراء اي حاجه برتقانيه تديك فيتامين الف. الاثنين دول الف وسين معدان اللي باخده من اشعه الشمس، او ماكريل، سمك ماكريل مثلا. الوقت الكويس لاشعه الشمس امتى؟ قبل الظهر وبعد العصر، اللي هو بعد 4. بعد وقبل الظهر. وبعدين اما اطلع لازم اطلع دراعاتي واطلع، واحنا سمر انا اسمر محتاج الشمس قد الابيض والاشقر 25 مره، يبقى لازم اقعد فتره اطول، دي مهمه جدا يعني ويوميا. لا يعني لو لما الواحد يبقى لونه ابيض الشمس بيحتاج للشمس اقل من اللي لونه اصفر. انا لا لا بقى انا عايز بس ابغى ده، انا عايز بقى 25 مره قد هو. يبقى لازم اقعد في الشمس وامشي في الشمس. وفي برضو ابحاث بتقول فتره قد ايه؟ يعني نص ساعه على الاقل. نص ساعه بيقول لك الخطوات. في ابحاث معموله تقول كلما زادت خطواتك زادت مناعتك وقلت عندك الامراض ومنها الكورونا. الرياضه، الرياضه صحه وبركه ومناعه. بشكرك شكرا جزيلا. وابعد عن السجاير. طبعا يا ريت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. بشكرك شكرا جزيلا. اللي اكدت لنا ان مفيش اهم من اللقاح الثقافي، ان احنا نخلي بالنا من نفسنا. ده انا قلت. طيب وربنا هو الحافظ، وان شاء الله ان شاء الله دايما عندي تفاؤل ان قريبا جدا ستتنفس البشريه بعيدا عن الكمامه وبعيدا عن الامراض اللي اطاحت بعدد كبير جدا من البشريه على مستوى العالم، وان شاء الله القادم افضل. دائما عندي تفاؤل ان بكره افضل طول ما احنا عايشين، اكيد ربنا شايل لنا الخير. اعود والقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في منشط جديد مع رانيا هاشم. الى اللقاء.